معانا صور يا دكتور هنشوفها مع بعض؟ في صور لقبل وبعد بتكون النتيجه كويسه قوي. بنقدر نشتغل على الخلايا هنا واضح يا دكتور في بتجميد منطقه الدهون البطن على البطن زي ما انت شايف هنا، مفيش بطن كبيره. النتائج يعني طبعا هايله يا دكتور، النتيجه هايله جدا بالنسبه لاول صوره طبعا موجوده معانا. بالظبط. هنا برضو انا بقول لك احنا نبتدي نتحرك من بدري، ما نقعدش ننتظر لحد ما الامور تتفاقم يبقى في سمنه دي كبيره. دي مشكلتنا ان احنا دايما بنستنى للاخر. بالظبط زي ما انت شايفه هنا العيان او اللي بيعاني من سمنه مضيه سمنه بسيطه، اتحسنت الامور بالاضافه الى ان الجلد اتشد. في صوره بعديها انت هتشوفي هنا مختلف المناطق بقى، يعني البطن، الجناب، اللاف هاندل او اسفل الظهر زي ما انت شايفه، دي منطقه بيعاني منها كتير قوي الستات والرجاله في اللبس بيبقوا متضايقين. فبنقدر نشتغل بجهاز تجميل الدهون على الذراعين، على الفخذين، يعني على على كافة المنطقه المناطق السفليه، تقريبا، على اسفل الظهر، على اعلى الظهر، على على البطن، على الجناب. بنقدر نشتغل على اي منطقه فيها تكتل دهون. بنعمل بقى مزيج ما بين تجميد الدهون كتكسير الخلايا الدهنيه وما بين شد الجلد، لان انت زي ما انت عارفه لو في سمنه موضعيه فتره طويله بيبقى في تكتل دهني، التكتل الدهني ده شادد الجلد من فوق فالجلد بيضعف مع الوقت بيضعف. فبنحتاج نعمل بعض الجلسات زي الباور شيب والار اف، دي جلسات كويسه جدا بتزود الكولاجين وبتحافظ على صحه الجلد نفسه. وبتبتدي تشد الجلد فتحس ان المظهر اختلف، الدهون قلت وبنفس الوقت الجلد شد.